السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجتهدوا قبل الرحيل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه. اجتهد أبو الدرداء في آخر أيامه، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وتلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد أبو الدرداء في آخر أيامه، فلما سألوه عن سبب ذلك قال: إن الخيل إذا قاربت على نهاية السباق أخرجت أقصى ما عندها. وده احنا بنشوفه في سباق الخيل، تلاقي في آخر 100 متر الفرس بيطلع أقصى ما عنده من الجهد حتى يكون في المركز الأول أو الثاني على الأقل. قال لهم أبو الدرداء: وأنا مقبل على لقاء الله فأخرج أقصى ما عندي حتى ألقى الله وهو راض عني سبحانه وتعالى. وكان بعض العلماء يقولون: من علم قرب رحيله من مكة، اللي رايح عمرة مثلا أو رايح يحج، من علم قرب رحيله من مكة اجتهد في الطواف، فكيف ونحن سنرتحل من هذه الدنيا؟ أفلا نجتهد في العبادة قدر الإمكان، ونبتعد عن المعصية، ونحدث توبة لله صادقة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونتحلل من المظالم حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا؟ نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.